مشاهدينا الكرام، ما زلنا مع حضراتكم على الهواء مباشرة في انتظار إعلان النتيجة الرسمية للانتخابات الرئاسية 2024، واتصالا ينضم إلينا للتحليل والمتابعة هاتفيا السيد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي. أهلا بك سيدي. أولا يعني مشاركة رائعة للمصريين بالانتخابات الرئاسية، تتكلل اليوم بإعلان النتائج، إلى أي مدى ترى أنها كانت انتخابات مختلفة من حيث الإقبال أو المشاركة أو من حيث أجواء هذه الانتخابات بشكل عام؟ هي طبعا هي انتخابات مختلفة، انتخابات فريدة غير مسبوقة، لأن في عدة عوامل تكاملت في هذه الانتخابات، منها حيادية جديدة الدولة المصرية. نعم، كانت واقفة على الحياد تماما. مؤسسة الدولة المصرية كانت بتتعامل مع كل المرشحين وحملات المرشحين الأربعة على قدم المساواة. الإعلام المصري تفوق على نفسه، وكان محايدا، بل الشركة المتحدة منحت يعني 100 دقيقة مجانية لكل المرشحين الأربعة وحملتهم، ونقل كل فعاليات الأحزاب المرشحين الأربعة على الهواء أو ملخص عنها، واقتحمت البيوت المصرية من خلال هذا البث التي كانت تبث لحملات المرشحين، وايضا من خلال التوعيه التي وعد بها الشعب المصري بكل ابعاد مرحله عيش مصر والتحديات التي يواجهها الوطن بسبب التصعيد والقضيه الفلسطينيه وما يتمثله من تهديد الامن القومي المصري. ثم كانت الاحزاب السياسيه التي شاركت في هذه الانتخابات بكثافه، وكان لها ثلاث مرشحين يمثلوه ثلاث رؤساء احزاب، والمرشح الرابع المستقل في تحديث بيود حوالي 60 حزب سياسي مصري، وبالتالي الاحزاب المصريه حرست مصر كلها في طول البلد وعرضها لكي تقنع وتحث الناخبين على التصويت في الايام الثلاثه 10 و11 و12 ديسمبر، وفي نفس الوقت كانت بتوعيهم بمدى اهميه اقبالهم على التصويت بكثافه، وانها رساله للعالم الغربي المتربص في وسطها ان مصر الشعبيه مسانده لمصر الرسميه وتوافق على كل اجراءاتها التي اتخذتها لحمايه الامن القومي المصري. نعم. هذه العوامل كلها تكاملت جميعا فجعلت هذه الانتخابات انتخابات حره ونظيفه ونزيهه، انتخابات دون طعون، انتخابات لم يحدث فيها خارج خروج واحده من اي حمله من حملات المرشحين الاربعه على المرشح الاخر. الكل كان بيحترم ميثاق الشرف الانتخابي، الكل كان بيحترم، كل مرشح بيحترم نفسه، بيحترم المرشحين الاخرين وكذلك حملاتهم، فكانت انتخابات فريده فعلا ومتميزه وغير مسبوقه، والاقبال الجماهيري ده عامل اربعه، وايضا لان كان هناك مبادرات رئاسيه سابقه زي مبادره حياه كريمه او كتف الكتف او تكافل وكرامه، كل هذه المبادرات استفاد بها ناس من الفقراء المصريين من الناخبين، وكلهم لهم اصوات انتخابيه، فكان الرد الجميل لهؤلاء الناس ومعددهم بالملايين كان الخروج في هذه المظاهره اللي اسميها مظاهره حب للوطن وحب للدولة المصرية وحب لمن صنع هذه المبادرات، فكانت هذا الإقبال غير مسبوق، والذي طبعا شهد به الأعداء قبل الأصدقاء، وشهدت به كل المنظمات المحلية والمنظمات الدولية التي كانت تتابع الانتخابات المصرية. نعم، طيب سيد ناجي، تحدثت عن واحدة من أوجه الاختلاف المهمة وهي المشاركة الحزبية، إلى أي مدى ترى أنها تمهيد لإطراء الحياة السياسية وعودة الأحزاب من جديد إلى الشارع المصري؟ شوف حضرتك، يعني هذه الانتخابات هي قبلة الحياة للأحزاب السياسية المصرية. الأحزاب المصرية في هذه الانتخابات أكدت يعني عدم صدق مقولة إن أحزابها أو أحزابنا ورقية، أو إن هذه الانتخابات يعني منحت الأحزاب السياسية فرصة انها تؤكد انها احزاب حقيقيه وانها تواصل بالجماهير وانها تستطيع ان تؤثر في الجماهير، لان احزابنا يعني ليس فقط الاحزاب المرشحين الثلاثه حزب الشعب والحزب المصري الديمقراطي وحزب الوقت، ولكن حتى الاحزاب التي كايدت المرشح المستقل عبد الفتاح السيسي كلها عقدت مؤتمرات حاشده، وكلها كانت خليه نحل سواء كانت في مقرها المركزيه او مقراتها الفرعيه في المحافظات والعواصم والمدن الكبرى، وكلها كانت بتعقد مؤتمرات حاشده بتتواصل فيها مع الجماهير وتحسمها الخروج. لذلك اذا كنت انا قلنا الحوار الوطني كان هو اكبر تمهيد للانتخابات الرئاسيه، فان هذه الانتخابات الرئاسيه ايضا هي اكبر تحريك واسع
وتغيير نظرة المجتمع المصري للأحزاب السياسية. وأعتقد أن حالتنا السياسية والحزبية قبل الانتخابات السياسية تختلف كلية بعد الانتخابات الرئاسية. سوف نشهد فعلا كما حققته الأحزاب السياسية على الميدان التنفيذي تطبيق المادة الخامسة من الدستور والتي تنص على أن النظام السياسي في البلاد يقوم على عزل الأحزاب. الانتخابات أكدت فعلا أن النظام السياسي يقوم على عزل الأحزاب، ولدينا أحزاب قوية وقادرة على الالتحام بالجماهير وقادرة على حشد الناخبين وقادرة على أن تكون رقم صحيح في معادلة الانتخابات الرئاسية وأيضا في معادلة الحياة السياسية المصرية. طيب إذا ما تحدثنا عن الأحزاب ومشاركتها في الحياة السياسية، أيضا سيد ناجي هناك طرح يقول أن كثرة الأحزاب السياسية ربما هي ظاهرة غير صحية، نظرا لأن الأحزاب يجب أن تكون قريبة من الشعب المصري، أن يعرفها ويعني يلتمس معها في العديد من مشكلاته المتعلقة بيعني الأحزاب ومشاركتها مع المواطنين في حل مشاكلهم. رأيك في هذا الطرح، هل نحن بحاجة إلى شكل من أشكال التحالفات بين هذه الأحزاب، بما أنك تتوقع أن هذه الأحزاب سيكون لها حراك أكبر في الفترة القادمة فيما بعد الانتخابات الرئاسية؟ يعني هذا الكلام صحيح. الحياة الحزبية الصحية التي تتكون من 5 إلى 7 إلى 9 أحزاب سياسية يمثلوا المدارس الفكرية المختلفة مثل اليسار ويمين يسار ويسار الوسط ومثل يمين والوسط ويسار الوسط ويمين الوسط، كلها مدارس فكرية العالم كله معترف بها وفيها يتمثل الحزب. ولكن في حقيقة الأمر الأحزاب السياسية المصرية اللي حركت على الساحة لا تزيد عن 10-12 حزب سياسي يمثلوا التيارات الفكرية المختلفة، والباقي هو أحزاب قانونية ولكن ليس لها نشاط، هي أحزاب مسجلة في دفاتر لجنة شؤون الأحزاب السياسية ولكن ليس لها مقر ولم تفعل نفسها ولا دورها. وبالتالي الحياة الحزبية بالأحزاب الجادة في مصر هي هذه الأحزاب التي شاركت في هذه الانتخابات واللي عقدت مؤتمرات في كل بلد وعرضها، وأنا أستطيع أن أقول لك أنهم لا يزيدوا عن 10 أحزاب سياسية، هم تحركوا في كل بلد وعرضها وكانوا فعلا يمثلوا الحياة السياسية المصرية والحزبية الصحيحة والحقيقية. وإنما في حقيقة الأمر احنا بندعو ان يكون هناك كل الأحزاب ذات التوجه الفكري الواحد تندمج مع بعضها او تأتلف مع بعضها او تتحالف مع بعضها بحيث يكون عندنا هذا العدد الذي يزيد عن عدد اصابع اليدين من أحزاب سياسية قادرة ان تحقق الآلية التي تؤكد ان عندنا حياة حزبية او عندنا آلية تداول السلطة وتشكيل الحكومة بين الأحزاب السياسية المختلفة عبر انتخابات برلمانية حرة ونزيهة مثل هذه الانتخابات الرئاسية التي كانت انتخابات حرة ونزيهة وشفافة شاهدنا بها وشاهد بها العالم كله. طيب أستاذ ناجي، ونحن في انتظار الإعلان الرسمي لنتيجة الانتخابات والأرقام التي ستعلنها الهيئة الوطنية للانتخابات بعد قليل في مؤتمرها الصحفي، الأرقام التي سيحصل عليها كل مرشح، هل في رأيك ستكون معبرة عن قوة هذا الحزب في الشارع أو على الأقل قدراته في حشد الأصوات؟ يعني لحد ما، ولكن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي اكتملت عدة عوامل أمامه لكي يحقق نتائج غير مسبوقة بنسبة التصويت، لأنه بجانب أنه 10 سنوات، بجانب في سجل من إنجازات ضخم، بجانب أنه هو أكد أنه القائد المصري الذي أكد قيادة مصر والأمة العربية والدافع عن القيادة المركزية، وكان هناك في نوع من الإجماع عليه. لذلك يعني هي مقارنة ظالمة، ولكن في حقيقة الأمر الأحزاب السياسية تحركت في الشارع بقدر اجتهادها، والنتيجة اللي تحصل عليها يعني نتيجة حرصها في الشارع الذي كان يعني الذي كان بالنسبه لهم يعني لم يكن معد لهم قبل، يعني ما اخذوا قرارات بخوض الانتخابات الرئاسيه يعني في اثناء السنه الاخيره، ودي سنه ليس وهي يعني مده ما تخليش الاحزاب السياسيه اكثر تاثيرا بالشارع. الانتخابات الرئاسيه في العالم كله بيتم اعلان عن اسم المرشح من 5 سنوات او في بدايه فتره مده الرئاسه بعد الانتخابات بيتم الاحزاب تجهز مرشحها. الاحزاب التي خرطت المعركه الاخيره 3 احزاب لم تاخذ وقت كافي لكي يعني تمهد الارض لمرشحها
ولكنها خاضت للانتخابات. طيب يعني هي مقارنه ظالمه، هي مقارنه ظالمه اذا ما قارناها بالرئيس عبد الفتاح السيسي، لكن حتى المقارنه فيما بين الثلاثه مرشحين الحزبيين فيما بينهم البعض، هل سيكون نتائجها لها اي شكل من اشكال التحليل لقوه هذا الحزب؟ طبعا طبعا، لان هم بذلوا مجهود ضخم جدا، وهذا مجهود اللي نتج عنه في هذه الاصوات التي حصلوا عليها، وهي اصوات حقيقيه من الممكن ان ترجع الى عضويه لهذه الاحزاب، فتزداد قوه من حيث العمل التنظيمي والعمل الجماهيري في انتخابات الرئاسيه المقبله. نعم. من 30-36 ان شاء الله. اشكرك استاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، كنت معنا عبر الهاتف.